أعمل في بلدي ومديري لا يسمح لي بالذهاب إلى صلاة الجمعة ويقول لي علي أي في ذمتي يوم القيامة أو على ذمتي يوم القيامة، وإذا خالفته قد يطردني من العمل، فماذا أفعل؟ الحمد لله، وسع الله الأرزاق، اطلب الرزق في مكان آخر، ولا يجوز لك ترك صلاة الجمعة. أوقات الصلوات الخمس ووقت صلاة الجمعة مستثنى، لا يتدخل فيه أحد، فالعمل لا يمنع من الصلوات المفروضة في المسجد وصلاة الجمعة، هذا مستثنى لا يدخل في العمل، لا يدخل في الإيجار، مستثنى ليس من حق صاحب العمل، وإنما هو حق لله جل وعلا. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا عام في الأجراء وغيرهم، يذهبون لصلاة الجمعة وليس لأحد سلطان أنه يمنعهم، إلا مسألة المال، العبد سيد المملوك له أن يمنعه، أما الحر فلا أحد يمنعه. نعم.